نكمل اليوم بالفيشل بونز، وحكينا طبعا عن الجمجمة، بدأنا فيها الاسكال. حكينا الاسكال بتتكون من تو بارتس اللي هم الكرانيوم اللي حكينا تتكون من 8 عظمات، وعندنا الفيشل بونز اللي بتكمل الجمجمة بتكون هو العظام المتبقية من ال 22 وعددهم 14 عظمة. طبعا شو أهمية هالفيشل بونز؟ أول شيء بتشكل الوجه، تعطي الفيس فريم ورك اللي هو اطار الوجه عام، تعطي المنظر العام للوجه. برضه بروفايد كافيتيز فور سنس اورجانز اير اند فود باسج، يعني بتمثل برضه بتكون الفجوات اللي بتحتوي على اعضاء الاحساس زي العينين والاذن، بالاضافه لاماكن مرور الهواء والغذاء من خلال فتحات برضه بين هذول العظمات. برضه بتعتبر هي المكان اللي تثبت فيه الأسنان، برضه المكان اللي بثبت فيه عضلات الوجه اللي بتعطينا ما يعرف بالفيشل اكسبريشن، تعبير الوجه. شو هم العظمات هذول؟ عندي 8 أنواع، يعني في عندي معظم العظمات في منهم تنتين يعني مكرر مرتين إلا عظمتين، هم الماندبل والفومر. الفومر والماندبلز عندي بس عظمة واحدة، بينما البقية هم عبارة عن عظمتين، واحدة بالجهة اليمين واحدة بالجهة اليسار. فعند الماكزلا عظمتين ملتحمات بالوسط بشكل الفك العلوي، الماندبل حكينا عظمة واحدة بتشكل الفك السفلي، زيجوماتيك بون عندي عظمتين بتشكل الوجنتين المنطقة اللي تحت العين مباشرة، النيزل بون هو الجزء العلوي من الأنف اللي هو الجزء الصلب، في عندي عظمتين على جانبين اللي هو الأنف من الأعلى الجزء العلوي، لاكريمال بون بتشكل جزء داخلي من تجويف العين، لاكريمال يعني دمعي، المنطقة يعني بنزل منها الدموع. في عندنا البلاتاين بون اللي هو بيجي مباشرة خلف الماكزيلا، بتشكل يعني هي والماكزيلا اللي بسموه سقف الحلق العلوي أو الصلب. في عندي برضو عظمتين اللي هم الانفيرال نيزل كونشي اللي هم يعني عظمتين الأنف السفليتين اللي هو بيكون على جانبين فتحتين الأنف، يعني بين الوجنتين وجانبين فتحة الأنف. الفومر هاي العظمة تيجي بمنتصف الأنف بتشكل جزء من حاجز الأنف اللي حكينا مع الغضاريف والإثمويد بشكله اللي هو الفتحة أو الفاصل اللي بفصل فتحتين الأنف. خلينا نشوفهم على الصورة. طبعا هون ببين عندي بعض العظام او معظم العظام بالفرونتال سايد، فعندي هاي النيزل انه العظمتين بتشكل الجزء العلوي من الانف، اللاكريمال بون هذول العظمتين بيكونوا على جانبين العين من الجزء الميديال سايد، هاي حكينا عشان نعرف نعبر ميديال سايد اوف ذا اوربيتال كافيتي، هاي هي اللاكريمال بون. طبعا وراها بيجي هون عندي الاسفينويد مبين جزء منها. زيجوماتيك بون هي عظمه كبيره برضه اللي بتعطي الوجنتين او الانتفاخ الموجود باعلى الخد. في ناس عندها بتكون يمكن بارزه اكثر من اخرين فبتعطي منظر مختلف، حكينا هاي العظمات هي اللي بتعطي الفريم العام للوجه. فخبراء التجميل او اطباء التجميل عاده بيعملوا تعديلات على بعض هاي العظام اذا بده يغير بملامح الوجه. بقص جزء مثلا الماكزيلا من الزيجوماتيك بون، بقص جزء من النيزل بون مثلا، بعدل شويه بالفك العلوي والسفلي الى اخره. فعندي عظام الفك العلوي، عندي عظمتين ملتحمات بالوسط. في عندنا النيزل كونشي، انفيريال نيزل كونشي، هي العظمتين بيكونوا هنا بالداخل تقريبا جايين او تحت الماكزيلا خلف الماكزيلا مباشره على جوانب تقريبا الزيجوماتيك بونز، هذول عظمتين زرق مدهونين او ملونين باللون الازرق. طبعا هاي العظمه بالمنتصف اللي جاي فوق السقف او الفك العلوي هاي عظمه الفومر، طرفها مبين طبعا تمتد للداخل تعمل زي السيف لداخل فتحه الانف. الماندبل طبعا الفك السفلي. طبعا هون بالانفيريور فيو بنشوف البلاتاين، البلاتاين تيجي حكينا خلف الماكزيلا مباشر، هذول باللون اللي هو الاخضر الفاتح، هذا هي البلاتاين بون
بكونوا برضو عظمتين ملتحمات بالوسط. هون زيجوماتيك بظهر برضو من الأسفل. الليزر كونشي الفومر، أيوة واضح. طبعا بعض التفاصيل الأخرى اللي مش بحاجة لها، زي ما حكينا الماكزيلا مع البلاتاين وول بشكل ايش بسموه الهارد باليت، سقف الحلق الصلب، الجزء الصلب من الحلق تبعك من الاعلى بتشكله اللي هو الماكزيلا والبلاتاين. في بعض الاشخاص شو بيكون عندهم هذول العظمتين مش ملتحمات بشكل كامل، تعرف شو بعطينا شو الحاله اسمها؟ بصير تفتح على فتحه الانف، شف الأرنبية. ممتاز، شف الأرنبية. فبيعملوا العمليات التجميلية، بيعملوا ريكونستراكشن لسقف الحلق حتى يفصلوه عن الأنف. فبتحضر الأشخاص اللي عندهم هاي الصفة بيكون صوتهم شوي غريب، زي كأنه صوتهم بيطلع من الأنف، لأنه سقف الحلق بيكون مش مكتمل. بصير كمان الأكل يطلع من الأنف في بعض الأحيان عندهم. فبيحاولوا قدر الإمكان إنه يعدلوها ويصيروا. طبعاً الشفة برضه بتكون شكلها مشوه، بتكون مشقوقة من المنتصف، عشان هيك بسموها شفة الأرنب. فهاي من أنواع التشوهات اللي بتصير بعظام الفك العلوي. دكتور، أيوة دكتور سمح، لو سمحت، هلأ إحنا حكينا إنه العظمتين يعني صعب يلتصقوا فبيكونوا يعني بعاد عن بعض، طب إيش السبب؟ أي عظمتين؟ إحنا حكينا دكتور حكينا اللي بتعطينا المرض تبع الشفة الأرنبية، هل هي يعني بتظهر لإيش؟ إيش السبب الأساسي اللي بيدي إنها تظهر؟ كان شايف المنطقة اللي بالنص هون بين عظمتين الفك العلوي والبلاتاين، غالبا بهاي المنطقة بتصير. هاي المنطقة غالبا أثناء المراحل الجنينية بيكونوا عظمتين بيلتصقوا مع بعض وبسكروا اللي هو الفراغ اللي بينهم. بس هذول الأشخاص سبب معين هذول العظمتين ما بيكملوا التحامهم، فبصير في شق بينهم، في فراغ بينهم، فبيظهر برضو من الخارج. بتلاقي برضو الشفة العليا بتكون زي مشقوقة امتدادا لهذا اللي هو الفتحة اللي بين الفك العلوي وعظمتين الفك العلوي. فبيعملوا لهم عملية ريكونستراكشن، إعادة بناء، بيعملوا لهم بحطوا زي أنسجة بهالمنطقة حتى يسكروا هذا الفراغ. بتلاحظوا بعمر معين بيعملوا لهم عمليه بخيطوا الشفه من الامام، وبرضه بيدمجوا عظمتين الفك العلوي، ممكن يحطوا ماده صناعيه او ما بعرف شو تفاصيل العمليه، ولكن هم بيعملوا على اغلاق هاي الفتحه. بس برضه بيظل في بشكل مبين انه كان عنده مشكله، مش راح تشفى، مش راح يعملوها يعني تجميل بشكل كامل الا يبين اثرها. شكرا دكتور. نعم دكتور هلا بدناش نسأل الآن، خلاص خليها نفتح باب الأسئلة بعدين، خلينا نمشي بالمادة شوي، أعطيكم ربع ساعة بالأخير نتناقش فيها إن شاء الله. بنيجي لعظمة المكزلة اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي حكينا بتكون عندي عظمتين ملتصقة بالوسط، وطبعا وراهم مباشرة بيجي عندنا اللي هي البلاتاين وول. شو بتشكل هاي العظمة؟ أول شيء بتشكل حكينا الأبر جو الفك العلوي، برضو تعتبر الفلور للأوربت، الأوربت اللي فتحة اللي فيها العينين، هي بتشكل جزء من أرضية هاي الفتحة. برضو تشكل الماوث روف اللي هو سقف الحلق، برضو السايد واي أوف ذا نوز جوانب برضو فتحة الأنف، أيوة زي ما تشوفين بتشكل جزء من جوانب فتحة الأنف. إذا بتساهم في فتحة الأنف، فتحة العين، سقف الحلق العلوي، وهي نفسها عظمة الفك العلوي. برضو بتحتوي على بعض الشقوق أو الفتحات اللي هي فورامين بسموه إنفرا أوربيتال فورامين، اللي بيطلع منها بعض اللي هو الأعصاب أو بعض الأوعية الدموية. بالنسبة للفك السفلي هو عبارة حكينا عن عظمة واحدة تشبه حرف اليو، يو شيب. طبعا هي تعتبر the largest and strongest bone in the face that form the lower jaw. هي
هي تعتبر العظم الأقوى لعظمات الفيشيال بونز، وهي الجزء الوحيد المتحرك فيهم. أنا بتلاحظ كل عظمات الجمجمة كلها ملتصقة غير متحركة، الأبر جو ما بتحرك، النوز ما بتحرك، العظام بنحكي، فتحات الأنف، فتحة العين، وعظمات الجمجمة كلها ثابتة. فإذا هي الجزء الوحيد اللي بتحرك، في عنا مفصل بربط الفك السفلي مع اللي هو الجمجمة أو قاع الجمجمة، فهي المفصل الوحيد المتحرك في عظمات الوجه. طبعاً إذا تم فصله من مكانه مشكلة، بصير عندنا صعوبة في المضغ، ممكن تؤدي يعني لمشاكل كبيرة، فلازم إجراء عملية جراحية لإرجاع هذا الفك إلى مكانه، أو عمل اللي هو ربط بين الفك السفلي في المفصل الخاص فيه. ها طبعاً اللي هي طبعاً بتمفصل مع مين؟ مع التمبرال بون، عظمة التمبرال بون. إذا تتذكر حكينا في عنا اللي هو قريب من الأكواستيك بورشن، هو فتحة السمع بهذيك المنطقة. في عنا طبعاً عضلات مرتبطة فيها حتى تساعد في حركة الفك السفلي. زاجوماتيك بونز اللي هم عظمتين الوجه، حكينا بتشكل التشيكس اللي هم الخدود، الأوتر مارجن اوف ذا اوربت اللي بتشكل برضه الحدود الخارجية للأوربت. هاي بالنسبة للزاجوماتيك بون. النيزل بونز بشكله الأبر بارت اوف ذا نوز اللي من خلاله بيرتبط الكارتليجز اللي بتشكل الجزء الأسفل من الأنف. الأنف الجزء العلوي منه فقط عظمي، والجزء المتبقي كله إيش؟ كله غضاريف. فعمليات الجراحية بالأنف عادة بيشتغلوا أكثر شيء على مين؟ على الغضاريف المشكلة للأنف، بقصوها أو بيعملوا إعادة ربط فيها إلى آخره، فبتغير شكل الأنف كامل. في بعض الأحيان ممكن يقصوا جزء برضه من عظمات الأنف إذا كانت بارزة، ممكن يشيلوا جزء منها. اللاكريمال بونز اللي هو عظمات حكينا بتكون داخل تجويف الفورم ذا نيزل كافيتي برضه، والميديال وول اوف ذا اوربت اللي هي بتشكل جزء الاوسط من الاوربتس والميديان وول. في عندنا لاترال، ميديال، سوبيريال، انفيريال. حكينا الانفيريال اللي هو الماكزيلا، سوبيريال الفرونتال بون. هلا بنحكي طبعا عن الفتحات، كل فتحه بتشكلها عدد معين من العظمات اللي هي النيزل كافيتي والاوربيتال كافيتي. العظمه السادسه اللي هي البالاتاين بون، هذول بتحكي انها بتيجي مباشره خلف الماكزيلا، فبتشكل زي حرف ال ال، هي شكلها زي كانه حرفين ال مرتبطات من المنتصف. هاي شايفين حرفين ال ربطهم المنتصف. طبعا شو نوع السكشن؟ هاي بلاش نحكي بالسكشنز اللي بالصوره هاي. انا قاصص الجمجمه كورونا هي فرونتال او كورونا، بس ايش للخلف شوي، لانه اذا كانت للامام راح يطلع معي ايش؟ راح يطلع معي المكزلة، فبرجع لورا شوي وبقص فبطلع معي البالاتاين بون. حكينا هي بتشكل مع المكزلة ايش بسموه الهارد باليت اللي هو سقف الحلق الصلب. هاي بالنسبه للبالاتاين بون. الانفيريال نيزل كونتي حكينا بتشكل اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، يعني تيجي على الجوانب للنيزل كافيتي. حكينا الاورب اللي برضه الماكزيلا بتشكل اللي هي اللاتر اللي هو الانفيريور سايد اوف ذا نيزل كافيتي. الفومر اللي هي شكلها زي سلندر، زي تقريبا زي سكين، هي شايفينها هون اللي باللون البنفسجي. هاي طبعا الانفيريور نيزل كونشي بتكون للجانب. هاي الفومر بتكون بالوسط، حكينا بتشكل part of the nasal septum، هي بتشكل جزء مع طبعا الغضاريف الى والثايمس سوري والإثمويد بون، بتشكل اللي هو الحاجز بين فتحتين الأنف. لأن برضو شايفين هون عندي كثير تفاصيل، فقط بتاخذ اللي هم شغلات اللي شرحتهم، مثلا inferior nasal conchi، vomer، maxilla مطلوب منا، بلاتاين بون مطلوبة، هاي طبعا لا، ماندبل مطلوبة معروفة، هاي بون هلا كمان شو بنحكي عنها. أما التفاصيل هاي
يا اما مرت معنا سابقا، اذا ما مرت معنا سابقا فبنعدمها زي هاي كريستشي جالي اوف ذا ايثمويد، هاي تفاصيل ما بدناش اياها. فرونتال ساينس هلا رح نحكي فيه. طيب هلا بيجي للفتحات اللي هي موجوده في عظمات الوجه، في عندي الاوربت، في عندي النيزل كافيتي، وفي عندي برا نيزل ساينسز. نبدا بالاوربت اللي هو الفتحات اللي بكون الفتحتين بكون فيهم اللي هو الاي سوكيتس اللي هو كرتين العين، هم بوني كافيتيز يعني محاطين بالبون من جميع الجهات طبعا، الا في شقوق او فتحات معينه زي ما حكينا لدخول او خروج الاعصاب والاوعيه الدمويه. كم عظمه بتشكل هاي الفتحه او هذا التجويف؟ في عندي 7 عظمات. شو هم 7 عظمات اللي بشكلوا هذا الفتحه؟ عندي الفرونتال اللي بتشكل الجزء العلوي فرونتال بون، السفينويد بتشكل الجزء الخلفي، زايجوماتيك كان بتشكل اللاترال سايد، المجزلة الانفيرير سايد، والبلاتاين برضو بتشكل جزء من اللي هو الجزء الخلفي من هاي الفتحة، اللاكريمال بتشكل الميديال، والاثمويد بتشكل برضو اللي هو الدورسال سايد اوف ذات كيفن. هذا الفرونتال 1، سفينويد 2، زايجوماتيك 3، ماكزيلا 4، بلاتاين 5، لاكريمال 6، وايثمويد 7. فاذا 7 عظمات بتشكل هذا التجويف، بينما النيزل كافيتي بشكله 5 عظمات بتشارك في تشكيله. الاثمويد حكينا من الخلف، بلاتاين برضو، انفيريال نيزل كونشي اللي هو اللاترال، ماكزيلا برضو انفيريال، اند فومر اللي هو بتيجي بالوسط، والجزء السفلي من الان. هذا 5 عظمات، اثمويد 1، بلاتاين 2، انفيرال نيزل كونشي 3، ماكزيلا 4، وفومر 5. برا نيزل ساينسز اللي هم الفتحات بتكون جوا العظم، هذول فتحات خارجيات، الاوربت فتحه خارج العظم، والنيزل كافيتي فتحات خارج العظم، يعني العظم بشكل زي اللي هو المحيط تبعها. برا نيزل ساينسز لا، فتحات جوا العظم نفسه، وبتفتح برضو على اللي هو نسميها برا نيزل، بتفتح برضو على نيزل كافيتي، يعني في لها فتحات بتستمر مع مين؟ مع النيزل كافيتي، عشان هيك سميناها برا نيزل. برا يعني ايش؟ مجاور او موازي لفتحة الأنف. ففي عندي برضو 5 عظمات فيهم البارانيزل ساينسز، فيهم تجاويف داخلية تحتوي على اللي هو المخاط تبع نفس التجويف أو نفس المخاط الموجود في التجويف الأنفي أو نفس الخلايا المخاطية. ففي عندي بالفرونتال بون عندي جيوب، سفينويد برضو عندي جيوب فيها، الإثمويد في عندي جيوب، والتو ماكزيلا. فإذا 1، 2، 3، 4، 5، المجزلة طبعا عظمتين. فإذا عندي 5 جيوب أنفية أو 4 أنواع يعني بيكونوا هيك بالمجمل، فرونتال، إثمويد، سفينويد، أند ماكزيلاري. طبعا هذول اللي هو إذا التهبوا شو بتشعر؟ بشعر الشخص إنه إيش؟ فيش عنده اتزان أو في عنده دوخة. فلحد الآن برضه مش معروف شو هم أهميتهم، بس بيعتقدوا انه ممكن يساهموا في عمليه اللي هو اخراج الاصوات، لانه اذا صار فيهم التهابات عاده كيف الواحد بصير صوته؟ بصير يتغير صوته، تعرف انه عنده التهاب الجيوب من ايش؟ من نبره الصوت الخاصه بهذا الشخص. فاذا هاي الجيوب الانفيه اكيد لها دور في عمليه ارتداد الصوت داخل الجمجم واخراجه الى الخارج. فهي الجيوب الأنفية بالعظمات الموجودة في الجمجمة. حكينا في عنا بالفرونتال بون اللي بسموه فرونتال ساينس، في عندنا دول باللون الأحمر اللي هم داخل الإثمويد بون، يمكن شفناهم لما حكينا على الإثمويد بون وعلى السفينويد برضو، السفينويد اللي هي بتيجي خلفها. في عندي التو ماكزيلاري ساينسز، كثير واحد بصير عنده زي ألم، بشعر إنه في عنده دوخة ناتجة من ألم بهاي المناطق، بتكون عنده التهاب داخل الجيوب الأنفية، فبصير عندنا تراكم سوائل فيها فبتشعر بثقل في منطقة الرأس.
في عظمه شوي هاي جاي لحالها مش تابعه، يعني بتابعوها هي للجمجمه لانها اقرب الى الجمجمه ولكنها مش تابعه بشكل مباشر. شو السبب؟ انها هي العظمه الوحيده في الجسم كامل اللي ما بتتمفصل مع اي عظمه اخرى. اذا لاحظتوا كل عظمات الجمجمه مترابطات مع بعض، عظمات العمود الفقري برضه مترابطه مع بعض متمفصله مع بعض، القفص الصدري كذلك. اي عظمه في الجسم لو تلاحظ بتكون مرتبطه مع عظمه اخرى الا هاي العظمه، هاي الاستثناء الوحيد اللي بسموها الهايويد بون. وين موقعها بتيجي؟ بتيجي اعلى التركيا او اللارنكس اللي هو الحنجره، فوق الحنجره مباشره above the larynx and below the mandibles، تحت الماندبلز، وبرتبط فيها برضه بعض العضلات. هاي بتساعد غالبا في دفع اللارنكس الى الاسفل اثناء عمليه البلع. فهي suspended from the styloid process. ذكر الستايلويد بروسيس اللي هو بيجي من عظمه التمبرال بون اللي هو زي الناب شكله. في ليجمنتس بتربط هاي العظمه مع اللي هي الستايلويد بروسيس، فما في عندي تمفصل مباشر، في عندي اربطه فقط بينهم بعض العضلات كمان. فايش اهميتها زي ما ذكرنا؟ It controls the movement of the tongue and larynx during swallowing and speech. هاي بتنظم ايش؟ حركة اللسان والحنجرة اثناء عملية البلع والكلام. بتلاحظوا هي اللي بتساهم في تحريك الحنجرة الى الاعلى والاسفل اثناء البلع والتحدث. ايوه مين كان يحكي؟ انا دكتور، بس معلش اذا في مجال تعيد لي ثاني نقطة ايش اللي بيرتبط معاها؟ حكينا بترتبط مع الستايلويد بروسيس، وفي عنا عضلات برضو بترتبط فيها، فعشان هيك هي عضلات من اللسان وعضلات برضو في المناطق المحيطة. فعشان هيك لما نتكلم أو يتحرك اللسان شو بصير فيها بالحنجرة؟ لاحظ، طلع لسانك وحط يدك على حنجرتك راح تتحرك. ليش؟ لأنه هاي العظمة تتفشها للأسفل نتيجة لحركة عضلات اللسان. وبرضو أثناء البلع لما تبلع تلاحظ ان الحنجره نزلت للاسفل نتيجه لحركه هاي العظمه والعضلات المرتبطه فيها. ففهمنا شو اهميتها وشو استثناءها وشو المميز فيها، انها هي الوحيده اللي ما بترتبط مع اي عظمه اخرى بشكل مباشر. فهي الهايويد بون وشكلها تقريبا زي حرف اليو برضه. ننتقل الآن للحديث عن الجزء الثاني من اللي هو الأكسيال سكيلتون. تذكر حكينا الأكسيال سكيلتون بتكون من ثلاث شغلات. السكال حكينا عنها أوريدي بعظماتها الـ 22. في عندنا الفيرتبرا كولوم بتكون من نحكي حوالي 26 عظمة وبكون 33، بصير 26 عظمة بعدين بعد البلوغ. وفي عندنا القفص الصدري اللي هو المكون الثاني. فبالنسبة للفيرتبرا كولوم أو بسموه الباك بون أو ذا سباينال كانال، لأنه هو الجزء اللي بيحمي النخاع الشوكي، وحكينا بداخله بتكون جزء من الدورسال بادي كافيتي. إذا بتتذكر حكينا الدورسال بادي كافيتي موجودة بتوين الكرانيوم اللي بالسكال اللي بتحتوي بداخلها على الدماغ، والسباينال كافيتي اللي هي داخل اللي هو عظمات العمود الفقري اللي بمر من خلالها السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. كم عظمة بتتكون؟ بتتكون من فقرات بسموها فيرتبري. عددها بيكون طبعا اثناء الولادة او بعد الولادة 33 عظمة. لاحقا بعض هاي العظمات بتندمج بتصير بتتحول لعدد 26. فعشان هيك الشخص بولد بعدد عظمات اكثر، بس بعدين العظمات بتتقلص ل اللي هو ال 202 عظمة. ال 206 عظمات. عشان هيك الواحد بولد بعدد عظمات اكثر، لاحقا بتصير العظمات تقل لما يوصل سن البلوغ بتصير عدد اقل من العظمات. فهذا السبب لانه بعض العظمات بصيرها فيوجن، بصير عظمه واحده. كيف توزيعها هاي العظمات؟ على خمس مناطق اذا بتتذكروها من الشابتر الاول: سيرفيكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال اند كوكسيك.
السيرفيكال عددها كم؟ 7. الثوراسيك عددها هي الأكثر 12 فقرة. اللمبر عددها 5. الساكرر عندي واحدة، بيكونوا بالأصل 5 بس لما فيوجن بعمر تقريبا 16 إلى 25 سنة. الكوكسك برضو 4 عظمات مندمجة بتكون زي بروز من اللي هو نهاية الحوض. إذن 7 و12 19 و5 24 1 2 بصير 26 عظمة. كيف بيرتبطوا مع بعض؟ طبعا بيرتبطوا حكينا بتمفصل، بالإضافة ل في عندي ليجمنتس أربطة بتجمعهم مع بعض، وفي عندي كمان شغلة مفاصل من نوع خاص بسموها انتر فيرتبرال ديسك اللي هو الأقراص ما بين الفقرات اللي بتربط بين الفقرات المتتالية حتى تمنع احتكاكهم مع بعض. إذا صار فيها مشكلة طبعا بصير عندنا اللي هو ما يعرف بالديسك، إذا صار فيهم تآكل بصير عندنا مشكلة اللي بسموها الديسك، اللي بصير عندنا آلام في طبعا نتيجة للضغط على الأعصاب، نحكي عنه طبعا بنهاية هذا الشابتر. بالنسبة للنورمال ستراكشر لهذا الفيرتبرا كولوم، في عندنا كيرفتشر دائما في الفيرتبرا كولوم بيكون على شكل حرف الاس، في يعني عندنا انحناء، في انحناء طبيعي طبعا اللي هو بيكون على شكل حرف الاس. في عندي السيرفيكال، عندي انحناء في منطقة السيرفيكال، في عندي انحناء في منطقة الثوراسيك، وانحناء في اللامبر، وانحناء آخر في الساكنة. طبعا هاي ايش بتسوي؟ اذا كان لانه لو كان عندي العمود الفقري مستقيم كان ما بتحمل الضغط اللي عليه، فهذا بيساعد في امتصاص الضغط الواقع على العمود الفقري. هاي الانحناءات بالوضع الطبيعي بتساهم في ايش؟ زي كيف زي الزنبرك اللي بقاوم الضغط عليه. بس طبعا في بعض الحالات بصير عندنا abnormal curvature طبعا نتيجة لأكثر من عارض، اما شخص يولد بهذا الشيء congenital يعني خلقي، او صار معه مرض معين ادى لتآكل عظام فصار عندنا الانحناء اكثر او اقل. ممكن في عنده خلل بالعضلات اللي حوالين الظهر، منطقة الظهر طبعا اللي مرتبطة مع العمود الفقري فيها غير توزيعها مختلف عن او حجمها مختلف من جهة لجهة، فبالتالي بتعطيني انحناء بغير طبيعي بالعمود الفقري. طبعا في عندي 3 اشكال من الانحناءات غير الطبيعيه بالعمود الفقري اللي هي 3 انواع. اول نوع بسموه السكوليوسيس، هو بصير عندنا lateral curvature in the thoracic region، فالمنطقه الصدريه بدل ما تكون منحنيه للامام بصير ايش فيها؟ فيها انحناء جانبي. تشوف طبعا في اشخاص بيكون عنده زي بسموه احدب، بكون عنده زي انتفاخ في منطقه واحده بالظهر. طبعا شو سببها؟ هي هاي الحاله العمود الفقري عنده بكون منحني الى اليمين او الى اليسار. طبعا ناتج ليش؟ لانه في عنده العضلات مش متساويه على الجانبين بالحجم، فبصير عنده انحناء باتجاه معين. طبعا يصحح حسب الحاله، ممكن يحطوا له جهاز او يحطوا له او يعملوا له تدخل جراحي بخفف من هذا الانحناء. النوع الثاني اللي هو الكايفوسيس، وهذا بيكون عندنا dorsal curvature in the thoracic region. الثوراسيك region بتكون ايش؟ بارزه الى الخلف، زي الواحد الكبير بالعمر عاده. شو بصير عنده؟ بصير عنده تحدب، بصير عنده المنطقه الثوراسيك اريا زي بارزه الى الخارج، فناتج لايش؟ لانه كيرفتشر عنده صار ايش؟ بارز اكثر للخارج. lordosis في منطقة اللمبر اريا، هي منطقة البطن، بكون عند البطن مندفع للأمام أكثر، فعنده تقوس بالظهر للأمام. إيش ممكن بالصورة أوضح؟ هاي هي السكوليوسيس اللي بكون عندنا انحناء جانبي بمنطقة الثوراسيك اريا، شايفين هنا مائل لليمين وفي عنده زي حدبة. العمود الفقري جاي زائح أو صار له إزاحة لا الجانب. لوردوس اذا انتبه لاحظين شخص كبير بالعمر بصير عنده ايش؟ بروز اكثر في الثوراسيك اريا الى الخارج، بيعطينا حاله يسمونها الكايفوسيس. لوردوسيس ممكن يصير بشكل طبيعي اثناء الحمل او في بعض الحالات لا،
إذا كان ما في عندنا حمل بتعرف كيف الانحناء بيكون للداخل أكثر من اللازم من الوضع الطبيعي. هذا الانحناء الطبيعي ل vertebra column في المنطقة العنقية للأمام، بيكون انحناء أو بروز للأمام، صدرية للخلف، اللوردوسز أو عفوا القطنية اللمبر إير بتكون للأمام برضو، والساكر بتكون للخلف. هذا هو الانحناء الطبيعي الكيرفتشر الطبيعي. سيرفيكال كيرف اللي هو فورم باي سيفن سيرفيكال فيرتبرا، هاي عند الثوراسيك كيرف بيكون للخلف شوي، اللمبر بيكون للأمام، والساكرال اللي هو بمنطقة الحوض تقريبا فبيكون عندي بروز للخلف شوي. اه طبعا عندي كمان اعداد الفقرات، عندي سيرفيكال 7، ثوراسيك 12، لمبر 5، ساكرم واحدة اللي هو عبارة عن أربع فقرات سلافيوج زي ما انتم محضرين. أي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس فقرات مندمجة مع بعض، وهي عندي الكوكسيك فقرات صغيرة أربعة لخمسة حسب الشخص برضه مندمجة عاملة بسموها العصعص، وعاملة زي بروز في منطقة أو بروز نهائي في منطقة الحوض. نحكي على الأقل اليوم على الصفات العامة الموجودة في الفقرات العمود الفقري. طبعا كلها بتتكون تقريبا من نفس المكونات، هاي تيبيكال فيرتبرام. طبعا في عندنا اي تيبيكال هم الفقرات الاولى والثانيه، هذول هم الوحيدين اللي فيهم استثناءات، البقيه فيهم نفس المكونات طبعا بزياده شيء او اختفاء شيء معين. ففيهم اول شيء كل الفقرات تتكون من شيء بسموه السنترم او البادي، هو الجزء العظمي الكبير اللي بيعمل حمايه للفتحه اللي بمر من خلالها النخاع الشوكي. ففي عندي هون الجسم، طبعا الجسم بيختلف شكله وحجمه من فقره الى اخرى بس كلهم فيهم هذا الشيء اللي هو بسموه الكوربس او البادي او السنترا. في عندنا برضه vertebral arches اللي هي اقواس اللي بتطلع من العمود الفقري اللي بتندمج وبتعطيني فتحه بالوسط تسمى vertebral foramen اللي هو فتحه vertebral column، الفتحه الفقريه. منها بيطلع لنا بروزات زي ما انتم شايفين. ففي عندي بروز بالوسط بيطلع للدورسال سايد بسموه السباينس بروسس. وفي عندي بروزات تطلع للجوانب بسموهم الترانسفيرس بروسسز. في عندنا حكينا بالوسط اللي هو الفيرتبرال فورامين، هذول كلهم موجودين بكل الفقرات الا طبعا الساكرم برضه ما في عندنا هاي الفتحه لانه ما في عندي نخاع شوكي في منطقه الساكرم. فكلهم هاف فلات راوند بودي سباينس اند ترانسفيرس بروسس، حكينا اكسبت الفيرست فيرتبرا والفورامن هو اللي اكسبت الساكرم والكوكسيك ما فيهم فتحه. الفقرة الأولى عشان مميزة وفيها طبعا صفات خاصة فيها تسمى باسم خاص، هي والثانية الأولى بسموها الأطلس. طبعا مين عنده فكرة شو معنى أطلس؟ قاموس. وإيش زي القاموس؟ لا بس هو مشتق من اسم إله إغريقي، الإله الإغريقي اللي بيحكوا إنه كان حامل الجنة على إيديه، فلأنها هي الفقرة الأولى اللي بتحمل الرأس فسموها كناية بهذا الشيء باسم الإله اللي بيحمل الجنة اللي هو أطلس اسمه. طبعا أطلس زي ما ذكرنا بتطلع شكلها ما فيها طبعا كل المواصفات، ما في إلها بادي زي ما شفنا هون، ما في إلها كمان سباينس ولا الترانسفيرس بروسيس اذا انتم ملاحظين ما في الها لا بروسيسز الترانسفيرس بروسيسز ولا السباينس بروسيسز، فيها بس اماكن ارتكيليشن. تذكروا الاوكسيبيتال بون حكينا فيها بروز يسمى الاوكسيبيتال كوندايل، هذا هو المكان اللي بيصير له ارتكيليشن مع الاوكسيبيتال كوندايلز، يعني
يعني الفقرة الأولى اللي بتحمل الجمجمة هي هاي الفقرة، بيرتبط فيها الجمجمة عن طريق هذول البروزات. طبعا بمر النخاع الشوكي بهاي المنطقة اللي هي الفورامين، اللي هو الفورامين ماجنوم سميناه، بمر برضه بالفتحة الأولى بالأطلس. الأكسس اللي هي تعتبر طبعا سي 1 يعني إيش؟ سيرفيكال فيرتبرا نمبر 1. راح تسمع تشوف هاي الرموز، سي 1 يعني سيرفيكال فيرتبرا نمبر 1، سي 2 سيرفيكال فيرتبرا نمبر 2، تي 1 اللي هو ثوراسيك فيرتبرا نمبر 1. راح نستخدمهم برضه كمراجع للأماكن تبعت الأعضاء. ال 1 اللي هي نمبر 1 مثلا، ال 2 نمبر 2 وهكذا. فراح تشوفك بعدين لما نستخدمها مراجع لوصف أماكن الأعضاء ممكن نستخدم العمود الفقري كمرجع. نحكي مثلا على مستوى T1 ل T5، يعني على مستوى الفقرة الصدرية رقم 1 للفقرة الصدرية رقم 5 مثلا، زي القلب أو الكلى أو المعدة إلى آخره. فشو بميز هاي الفقرة الثانية الاكسس؟ انه فيها بروز يسمى الدنز. شو يعني دنز؟ دنتست. شو معنى دنتست؟ طبيب اسنان. دنز يعني ايش؟ يعني سن. ففيها بروز زي السن، بيرتكز عليه طبعا اللي هو الاطلس بنظام اربطه، في عنا رباط حواليه بكون، فهذا اللي بيساعد في تحريك الراس الى الجانبين. كيف انا بقدر احرك راسي الى الجانبين؟ لانه عندي هذا الاستكشر، فبسمح بالتفاف الاكسس والاطلس لليمين واليسار. طبعا لما نحكي عن المفاصل رح نرجع نحكي عن هذا الموضوع، بنحكي عن الحركه الخاصه بالراس اللي بسهلها وجود هذا التركيب. طيب اتوقع هيك، او قبل ما اخلص بس نحكي عن الفرس الفيرتبرا برضه، شو بميزها عن غيرها؟ هو وجود ارتكيولار فيست لايش؟ للربس، انه الربس بترتبط فيها برضه. فهذول المميزات اللي بالفقرات اللي فيهم شغلات مميزه عن غيرهم. حكينا الاطلس فيش فيها بادي، فيش فيها بروسيسز، الاكسس فيها اللي هو الدنز اللي بيساعد في حركة الرأس، والثوراسيك فيها أماكن ارتباط للأضلاع، واللي طبعا مش موجود بأي فقرة أخرى. طيب احنا في عنا بس جدول، هذا بنحكي فيه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طيب خلينا الآن بس أوقف التسجيل، بعدين نفتح مجال للأسئلة.